يلي عمل بالفعل مباراة خير اليوم. مكرم راح يكون إلى جانبي، يعني كنا عم نتابعك مع منتخب تونس بالتصفيات المؤهلة لبطولة العالم، اليوم فرجيت مستوى كثير كبير كمان مكرم، هيدي أفضل مباراة لك ببطولة لبنان على الأكيد اليوم، يعني من كل النواحي الدفاعية والهجومية، قد ايه كنتم محضرين لهالمباراة لتقدروا تفوزوا بفرق كبير على فريق الشانفيل؟ أول شيء يعني أنا شخصيا كلاعب بلعب، ما اسمي وراي، ما بلعب عشان الستاتستيك ولا ما بلعب عشان اكون ام في بي، انا بدي خبرك خبريه على الستاتستيك هلا، ما بلعب عشان نيكست سيزون اي جو تو بيجر تيم. انا مبسوط كوني في الفريق هيدا، مبسوط بالناس، مبسوط بالجماهير، مبسوط باللاعبين اللي يلعبوا معي، مبسوط بالدوري اللبناني، مبسوط بالدوري اللبناني. فهيدا الجيم انا لعبته عشان اصحابي بيترسمي، عشان الكوتش، عشان الاداره، عشان الجماهير اللي دايما ورا الفريق. صحيح كنا بنلعب بطولة عربية، بعد كم هائل من الماتشات وبعد كم هائل البطولة خسرنا، صار عفرة، الناس والجمهور تلف حول الفريق وعنده ثقة في الفريق، اشتغلنا منيح طوال الأربع أيام ونعرفوا إمكانيات الفريق شو نجمه نوصله. يمكن الفترة الأخيرة ما خلتناش نتدرب أكثر، تعرف إنه لعبنا بطولة عربية وخمس ماتشات ورا بعض ما كان فينا أصلا نتمرن، كنا نتمرن ساعة هيك ريكفري شوتينج و5 on 0 ما كنا نتمرن. هذا الأسبوع تمرنا منيح، حضرنا الجيم منيح، وهما شيء قبل اللوكر روم الكوش قال يعني we need to play defense, we need to stop everybody. فبتصور احنا نجحنا في انه وقفنا زي احنا بنقول بالفرنساوي ينار مدى، يعني ما شاء الله فريق شانفيل عنده كل الامكانيات انه يربح هاي الفريق. بس عاوز اقول كلمه واحده، يعني صحيح اليوم ربحنا بس ما ربحنا شيء، هذا الشيء قاله اسماعيل خاصه عندكم مع المنتخب بطرابلس، ما غلطنا سكور زيت، يعني كان في كثير اوبن شات وسجلنا، يعني سكور 110-77 اوكي وي وين ذا جيم، بس عندنا تو جيم ما عملنا شيء، المفروض هيدا الجيم خلاص بنفرح اليوم وخلاص بنركز ماتش يوم الثلاثاء ويوم السبت ان شاء الله. فرحان قوي الليفل تاع الفريق تحسن وان شاء الله نكمل هيك ان شاء الله. يعني بالمعلومات اللي عندي اياها بالكارير بس بالنسبه لك مسجل 24 نقطه ضد اوغندا، ماني اكيد من الارقام يعني طبعا لانه بعرف بالدوري التونسي مش على طول في احصاءات يعني نقدر نعرف داعم الكارير بس بالنسبه لك، يعني اذا بدي اخذ هالمعلومات الكارير بس اليوم سكورينج وايز لانه عمل 30 نقطه بالمباراه اليوم، هل هالشيء صحيح من اكثر المباريات الهجوميه بالمنتخب التونسي؟ بالمنتخب أكيد التونسي اكيد عندك غير رول، في 12 لاعب والكوتش عنده استراتيجي انه اللاعب ما يلعب اكثر من 20 دقيقه اكثر الا في الماتشات الهاي ليفل، فرحنا لعبنا 3 ماتشات يعني ماني هاي ليفل، كسبناها ماكسيموم اكثر لاعب فينا 3 جيمات على كاس العالم لعب 20 دقيقه، عندنا كثير روتيشن في الفريق، عندنا كثير رولز، فبنحاول نحن نلعب ستيب باي ستيب ونترشح ان شاء الله، هذا بفضل ربي والحمد لله. مبروك مكرم، انا بدي اعتبر اليوم كارير بس بالنسبه لك سكورينج، يعني 30 نقطه بالمباراه الوحده اللي قدرت تعملها، هي افضل مباراه لك طبعا كمان ببطوله لبنان. شو بتقول للجمهور التونسي اللي عم يتابعك على ال دي سي؟ بتصور عم يتابعوك كثير. بيتابعوا كثير، في ناس من تونس بتابعك كثير وفي ناس كثير بتقول لي احكي تونسي، والله العظيم لو بحكي تونسي ما حدا حيفهمني من لبنان. لا احكي بس وجه لهم الرساله بالتونسي للجمهور التونسي. بقول لهم بارك الله فيكم، نعرف بس عبيد تبع فيها، بس عبيد تحبني، دونك ميرسي بوكو، يعطيكم الصحه.